الناشط الحقوقي من مدينة بنغازي سيد عصام. في البداية أهلا بك، بيان واضح وتحيز واضح أيضا من قبل بعثة الأمم المتحدة من خلال تصريحاتها التي قرأها البعض بأنها تصريحات يعني بل تحرض على الهجوم على المقار العامة ومؤسسات الدولة. تعليقك حول هذا البيان وكيف قرأته؟ نعم، اعتقد بان البعثة لا زالت يعني تمارس او تستمد، هما امران لا ثالث لهما. اما ان البعثة تستعد معلومات او مصادرها من ما يعرفه بمراقبين المحليين او اشخاص مواطنين الذين يجمعون من خلال المعلومات، هي معلومات مغلوطه، ومن هؤلاء اشخاص تحوم عليهم شبهات حقيقيه، وهذا ان دل بان الروابط التي تتفق فيها البعثه او تستمد منها تقاريرها بشكل عام سواء كانت سياسيه او حقوقيه او اقتصاديه جديده هي مصادر لجهات منحازه او هي اشخاص غير مهنيين ولا يملكون المعلومه حقا، وللاسف ان البعثه تبني عليها معلوماتها، هذا من باب افتراض خصم منه، وبالتالي هنا البعثه يجب عليها اعاده النظر في هيكلتها بالكامل، لان هذا الامر متكرر من سنه 2011 رغم توالي تغيير الادارات او على من هم في هرم الاداره دائما بشكل او اخر ثابتين، او اذا تم التغيير يستبدلون معلوماتهم او ذات الروابط التي تعمل من خلالها او الاليات تعمل من خلالها الادارات السابقه، وبالتالي البعثه اذا كنا حاصلين هي الان عليها اعاده النظر حقيقه، وطلبناها وحددنا ذلك بعد. اما فيما يتعلق بالقضيه الثانيه، لان هناك تؤمنيه واختبار انها هي تعلم جيدا ما يحدث او ما حدث، وتقوم باصدار بيانات ذات طابع مسيس وطابع تحريري، واظهار الحاله بان ما يوجد في المنطقه الغربيه او ما يوجد في الجنوب او ما يوجد في الشرق هو حاله متساويه متوازيه دون تحقيق فاعل وكذا. هي دعت في اعلان بيانها الى احداث فتح تحقيق، وهي التي تعجلت في اصدار بيانها قبل ان يصدر التحقيقات بالخصوص، وبالتالي يسال عليها بعد ذلك اذا كانت تدعي الى التحقيق فكيف اصدرت احكام مستطرقه بان هناك استخدام للقوة المفرطه اتجاه المتظاهرين الذين هو الوهله الاولى. نكتب نلاحظ بان هم هناك تجمهر، هذه المعطيات الاولى، هناك تجمهر حدث وتم تغيير مساره باتجاه مديريه الامن لاسباب مجهوله، ورغم ان العمليات لا يشهد لم يذكر يوما من الايام بان هناك عمليات قمع حدثت من مديريه الامن المرج مثلا تحديدا، او ان المقار الحكوميه حقيقه هي مقار ذات طابع تخص كل الليبيين كما اتى في البيان الذي ذكر، وليس يخص هؤلاء الفاسدين الموجودين بتلك المقار. بالتالي اعتقد بان المساله بحد ذاتها تحتاج الى اعاده نظر في مهنيه عمل البعثه واليات العمل من خلالها، وتحديدا لان هي شخصيا تلاقي نفسها في هذا البيان تطالب بفتح تحقيق، وبالتالي وهي اسقطت احكامها والمسبقه قبل خروج هذه التحقيقات. نعم، اشكرك جزيل الشكر المحامي والناشط الحقوقي عصام التجوري، كنت معي مباشره عبر الهاتف.